اوكي يا جماعة، عندي فيديو بمسابقة للعيد وراح يتم السحب على الرابح اول ايام العيد. اتأكدوا ان تشوفون الفيديو قبل العيد، نبهتكم قبل العيد، هذا الفيديو قبل العيد ينشاف. ويلا مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ اتمنى تكونون بخير. انا الحمد لله بخير، كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد، لانه باكر عيد ونعيد ونذبح خروف السيد. باكر راح تنذبح خرفان حبيبي الخروف مسكين. ما اعرف اللي جاي يقول عنه مسكين، مع انه انا مو نباتية. ترى فيديو اليوم عبارة عن مقارنة بين عيدنا هالايام وعيد ايام زمان. شلون كان العيد، شلون كانوا يعيشون العيد او اجواء العيد او قبل العيد او خلال العيد، وشلون هسه احنا بهالايام الحالية قاعد نعيش العيد. طبعا اكو فرق كلش كبير بين ايام زمان وايام هسه، فانا استعرضت لكم الفرق بين ايام زمان وبين ايام هسه بالعيد. ويلا نبدا الفيديو. الفرق بين جيل الطيبين وجيل هسه. باع هاي انا اختارتها من جوجل، وهاي هم منو احلى ادزها للكل. هاي راح ادزها بالواتساب الماما. مو مام بالبيت روح انيها. وين انا اروح لها امشي لها؟ لا يا بلا، خلي ادزلها التهنئة. انقطع النت حتى اهنيها انا. هي وين بعيدة؟ تبعد 10 امتار. اهنيها هنا. وهاي هم الرسالة ادزها لبابا. بابا مو بالبيت روح اني. اي بابا بالبيت بس قاعد بمكتبته يقرأ كتاب. هاي هم جالي مسج ما ادري من وين، يبعد 9 امتار منا. يا بابا هاي بواتساب، بسرعة علينا الحياة، بسرعة كل شيء بسرعة. هاي هم صديقتي، هاي جيراننا، هاي الأم لطفي، أم سعدون، ما شاء الله خالاتي هواية. أنا عندي 10 عمات، خلي أدزلهم. يا معود إذا تعال خابر، تعال ما أدري شنو. تهي بهيج قد عجوزية أنت هسا، خلى خابر في ريال، خلى بارك لها بالعيش. قد رقمها بالله 3 2. ألو ألو فريال، كل عام وانت بخير يا معودة. هلا وعيني دادة، هلا أم نمارق، شلونك؟ الله يحفظك، شلونهم الجهال؟ تظل عندك العافية انت هم. يلا اليوم احنا جايلكم جايلكم. يا هلا بيكم، يا هلا يا هلا. الله يسلمك، الله يخليك، الله يحفظك، الله يخليك. سلمينا سلمينا، بوسينا، الله يحفظك، الله يخليك، بوسينا الجهال. مع السلامة، تظل عندك العافية، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. هن خابر أبو عصام. أي مين هاي؟ ألو أبو عصام. هلا هلا هلا، الله يخليك، الله يحفظك. كل عام وأنت بخير. تب أنا بخير. أيامك سعيدة. شلونك أم نمارق؟ شلونهم الجهال؟ الله يخليك، بوسينا الجهال. شلون هالمدام أم عصام، شلونها؟ تسلم عليك، الله يحفظك، تسلم عليك. إحنا جايلكم اليوم، جايلكم ساعة 3. هلا بيكم، هلا بيكم، ألف هلا. الله يحفظك، الله يسلمك، بوسين الجهال مو تنسين. الله يخليك، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يخليك، الله يخليك، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يخليك. يلا مع السلامة، تظل عندك العافية، سلمنا سلمنا. يلا تعالوا أولادي وبناتي، وينكم؟ تعالوا هاكم عيدية، هاك حمودي حبيبي، حمودي تعال، ولك حمودي، هاك وينك سجاوي، سجاوي وينك؟ عيدية هاك هاك حبيبي. انت انت ايش كبرك واحد جاي تاخذ مني عيدية؟ اي خال اريد. الكبار يطلبون مني عيدية. طب البس للصغار. لا حبيبي انا ما اعطي الكبار. منو بجد لي هاي هند؟ خالة خو ماكو شي، يعني بس الصغار تنطيهم عيدية، لعد احنا شنو؟ شقد تذكر فين الملايين هاي من اليوتيوب مالتك جاي علي تريدين عيدية؟ انا بس للصغار. ارد اجمع، انا ارد اشتري مكياج. ايه احنا هسه كبرنا على العيدية، قبل كانوا ينطونا عيدية من كنا زعاطيط، هسه احنا قمنا ننطي عيدية. يلا انا موظفة وعندي الله نعطيني خير من الله، خلينا ننطي عيديات للجهال. ولك سجاد تعال حبيبي تعال، هاك عيدية، هاك مهاوي مهاوي مهاوي، هاج بهاوي بهاوي بهاوي، تعال تعال، هاج هاج حبيبتي. فاصل إعلاني يقول لك اشترك بقناتي، إذا أنت مو مشترك اضغط على زر الإشعارات، هذا الجرس إذا أنت مو ضاغط. إذا أنت اليوم جديد على قناتي وعجبك الفيديو اضغط اشتراك وإشعارات، خلينا نوصل 100,000 لايك. نقدر؟ نقدر 100,000 لايك، أصدقاء هندي قدرون. اشتريت كبوس العيد، هذا حط بيه حنة، ما قل لها الشوشة
انه بتجي تلزق بي تريد حنة. هذا حلو، هذا راح اسوي مثل على ايدي. اوكي، هاي هي حنة ايام الجيل الحالي. فريال صبحية شكرية، تعالوا تعالوا حطوا حنة. فريال وينك فريال؟ تعي حطيلي، راح اسد ايدي. لك ايش بي الصالون زحمة، خرب حظي، شو وقت يجي دوري؟ لا يا ربي، خلى جاملها خلى جاملها شوي. هلو، كل عام وانت بخير حبيبتي. ماكو محجوز أيسي، شوفين مقبطين الصالون مقبط والأسعار نار، بس أنا بس جاي أسوي قصة شعر ومنكير وبيديكير وبس. إذا تريدين أسوي لك بخمسمائة ألف، ما تدفعين خمسمائة ألف؟ هذا الباب وراك. يعني أنا ما لحقت أحجز موعد، شو أسوي يعني هسه؟ ليش ما سويتي موعد؟ إحنا هنا بالمواعيد نشتغل. الزباجر أول أيام العيد أطلع لهم بهذا شعري بهاي أظافري. تري تسوي المانيكير بديكير، هذا كله سويه بالبيت عندكم، سوي الجانب 500 ألف. يا سلام عليك يا كليتش العيد، يا سلام. أوه حارة 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 يبو، يا سلام يا الله، ايش قد تعبت على ما سويتها. خطي الخروف كيوت، شو راح اكله؟ نظرات كانت تقول لي لا تذبحيني أرجوج، هذا خروف الكيوت، شو راح اكله شو راح اكله، ما اقدر اتحمل. خلاص هي كيوت مسكين. الجاسمية صبحية فريال، تعالوا ناكل خروف العيد اللي صار لنا اسبوعين نربي بيه واللي ذبحناه اليوم. جاسمية بسم الله الرحمن الرحيم. شلون خروف؟ عندي صديق اسمه بلال فتح قناته باليوتيوب، هو بس يريد يوصل للألف مشترك، وتعليقه راح يكون مثبت، اللي تعليقه مثبت هذا وصلوا ألف مشترك. وهاي هي كانت المشاهد التمثيلية اللي حاولت أجمعها وأمثلها لكم حتى أفرحكم فرحة العيد، اعتبروها هاي مني إنه عيدية. لا تنسون تشوفون فيديو المسابقة، لأنه هو هذا فيديو المسابقة بعيدية فعلا عيدية لكم. اللي مو مشترك بقناتي هم لا ينسى يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الإشعارات، وشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة. Thank you.